مشاهدين ومشاهدات الأعزاء والعزيزات، أهلا بكم في حلقة جديدة من إزاي تخلي كل الناس تحبك. دايما بنقول القاعدة، عشان تخلي كل الناس تحبك لازم ربنا يحبك. ليه ربنا يحبك؟ عشان ربنا بيقول في حديث: من أحبه ربه أحبب فيه عبده. يا عبادي، نعم يا رب، أنا بحب فلان الفلاني فأحبه. طيب نرجع للحلقة دي، هنلاقي فيها معلومات مهمة جدا، ودي أولى الحلقات. عشان تخلي ربنا يحبك لازم تتغير وتغير اللي جواك، وقرار التغيير ده سهل جدا جدا جدا، وليه 3 معوقات مشروحين بالتفصيل في الحلقة بتاعت التغيير. يا ريت لو نتفرج على هذه الحلقة ونشوف 3 معوقات التغيير ايه. ثقافة القطيع المجتمعي، انا براجع معاك هون، الرؤية الغير واضحة او الرؤية الغير كاملة، قلنا نعوضها ازاي. ونمر 3، القرار العاطفي، قلنا مردوده منين وبيجي منين وازاي نتعامل معاه. وقلنا كمان ان المراهقين والمراهقات من شباب المدارس وليس الجامعات، كمان من مشاهديني، ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يصلوا إلى ما لم أصل أنا إليه من تدريبي فيهم. يعني أنا دربتهم وهم تفوقوا علي ويدوني من خبراتهم الصغيرة ما أتعلم أنا منه، مصداقا لآية ربنا اللي بيقول إيه: الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، ولم يقل الله الذين وصوا بالصبر والذين وصوا بالحق. يعني هم زي ما أنا علمتهم حاجة، هم 3 أشخاص، ولد بنت ولدين، وهم علموني من خبراتهم كمان. يا سلام. عشان تخلي إن كل الناس تحبك لازم أنت الأول تحبك، يعني انت تحب نفسك. والحلقة دي قلنا فيها كلام جميل جدا، يا ريت لو نراجع عن رؤيتك عن نفسك. والنهاردة هكمل، عشان خاطر تخلي كل الناس تحبك انت كمان لازم تحبك، ولازم تحب رؤيتك للأشياء. وعشان تحب رؤيتك للأشياء لازم تغير رؤيتك للأشياء ومعاني الأشياء. وعشان تغير رؤيتك لمعاني الأشياء لازم ترجعها للبيزكس بتاعتها، ترجع للأساس بتاع كل شيء، اللي هو الحلقة الأولى اللي كنت بقول فيها كل شيء في الدنيا موجود من أيام سيدنا آدم، ولكن شكله بس هو اللي بيتغير، ومضمونه مش مضمونه، شكله بس هو اللي بيتغير، وألوانه بس هي اللي بتتغير. تعالوا لما نيجي نشوف يا جماعة الحياة اللي احنا عايشينها دي، ربنا أمن لنا فيها كل حاجة. ربنا أمن لنا فيها كل حاجة، ولكن شكلها اتغير. أساسيات الحياة ايه؟ أكل وشرب، مكان تسكن فيه، لأ بلاش، أكل وشرب، لبس تلبسه، مكان تسكن فيه فقط لغير. يبقى أكل وشرب، لبس، سكن. أكل، لبس، سكن. أكل، لبس، سكن. احفظ كده: أكل، لبس، سكن. دول أساسيات الحياة كلها اللي عليها تدور الدنيا وما فيها، تطورت تطورا شديدا، لكن الأساس زي ما هو. لما تيجي تشوف زمان الإنسان الأول كان يعمل إيه؟ كان كل اللي همه يبقى عنده أرض زراعية عشان يزرع. آدي النشاط الزراعي اللي هو تطور شكله دلوقتي، وبقى مشروعات زراعية كبيرة وشركات اقتصادية كبيرة تقوم على التطور الزراعي. عايز يزرع، بيزرع ليه؟ عشان ياكل. عايز يحصد، بيحصد ليه؟ عشان ياكل. وتقوم عليها الصناعات الزراعية والصناعات الغذائية، شركات الأكل المعلب وشركات المياه المعدنية وشركات الحلويات ومصانع الحلويات، كل ده داخل في بند الأكل. عايز تلبس، يقوم تزرع برضو، يزرع الارض، يبقى لازم يحتاج اراضي زراعية، وصراعات على الاراضي الزراعية، وصراعات على المنتجات الزراعية والكواليتي بتاعت المنتجات الزراعية. يقوم مع التطور الطبيعي للحياة، يبقى فيه شركات وغزل ونسج وغزل ونسيج، وشركات بتصنع الملابس الغالية والملابس المتوسطة والملابس الرخيصة. والملابس الغالية دي كمان تبقى كاتيجوريز، في ملابس سينيه اللي مش عارف القميص ب$300، وبعد كده يبقى قميص ب$1000، وبعد كده تبدأ تصنع تاني الاكسسوار، الزينة بتاع القميص والبنطلون، وتبدأ الصراعات بين الناس على شكل اللبس، والصراعات بين الناس على الكواليتي بتاعت الملبس. وبعد كده تبدأ الدول تخش في حروب، في حروب شديدة وطويلة وعنيفة، عشان خاطر ياخدوا الأرض الزراعية دي من الدولة دي، ياخدوا المصادر الطبيعية دي من الدولة دي. وبعد كده عايزين يبنوا بيوت يسكنوا فيها. الإنسان الأول كان عايز يسكن، فبيحفر بيت يبني فيه،
او يحفر مكان عشان يبني له بيت. البيت ده كان بيزك وبسيط، مع تطور الحياه البيت دون بقى بيت ليه شبابيك، وبعد كده بقى ليه قبه، بعد كده بقى عماره، بعد كده بقى فيلا، بعد كده بقى قصر، بعد كده بقى فيه ديكورات جوه القصر، بعد كده بقى فيه تكييفات وسينيهات وفازات وحاجات جوه القصر. يعني الاساس في الحياه اللي ربنا خلقها لنا ايه؟ اكل، شرب، لبس، سكن. وكل اللي جه بعد كده وكل اللي هيجي بعد كده ما هي الا تطور للثلاث احتياجات الاساسيين دول، وتقوم الحروب عليهم. مصر احتلت كتير جدا جدا. ليه؟ عشان الملبوسات، القطن المصري، ادي ايه اللبس اللي انت لبسه. دول تم احتلالها علشان خاطر يحفروا الارض ويطلعوا مناجم ذهب ويطلعوا الذهب. طب هم عايزين من الذهب ايه؟ عايزين يعملوا بيه الزينه والاكسسوار والحاجات بتاعه القصور، وفي نفس الوقت يقلبوه الى قوه شرائيه. هيشتروا بيها ايه؟ الاقتصاد كله قائم. هنشتري بيه ايه؟ هنشتري بيه الاكل، وهنعمل بيه المشروعات السكنيه والكومباوندات، وهنعمل بيه الاستثمار العقاري في جميع دول العالم اللي هم افرطوا في الاستثمار العقاري، مما ادى الى احداث ما يعرف باسم استثمار الفقاعه او اقتصاد الفقاعه، ووقع امريكا، وبدات امريكا عايزه بترول، ثروه معدنيه. ليه؟ علشان خاطر يبقى فيه مواصلات. عشان خاطر ايه المواصلات دي؟ عشان ينقل الاكل وعشان ينقل اللبس. الله. وعايزين يقيموا مشروعات اقتصاديه كبيره جدا جدا بالملابس زي ما قلنا. الله، يعني احنا بنتخانق على ايه؟ بكررها تاني، على اكل وعلى لبس وعلى سكن نسكن فيه. عايز تقول ايه يا كابتن عمرو؟ وانا عايز اخلي الحلقه قصيره مش طويله. عايز اقول لك فكر كويس. طب ما انت بتاكل وما انت بتلبس وما انت عندك سكن ساكن فيه، بتتخانق ليه؟ بتخانق علشان خاطر شياطين الانس وشياطين الجن. شياطين الجن اوحوا الى اوليائهم من شياطين الانس ان كنتوا يا جماعة اوعوا تخلوا الانسان يفكر صح. دايما تخلوا الانسان يفكر غلط ويتصارع مع نفسه في بلاوي مسيح. بمعنى خلى الاحتياجات الاساسية اللي هي الاكل واللبس والمسكن، طلع منها احتياجات فرعية ما تناسبش كل الناس، وحولها باستخدام الاعلام، وحولها باستخدام البوق الاعلامي، حول الفرعيات الى اساسيات. بمعنى بدل ما تلبس لبس عادي جدا او تلبس لبس متواضع، لا لا لا، ده انت هتخليك تلبس لبس شيك قوي. انت لازم تروح تلبس من المصنع الفلاني، او لازم تروح تلبس من اللب من الماركه الفلانيه. ليه؟ عشان انت لو ما عملتش كده الناس هتقول عليك فقير، الناس هتقول عليك كحيان، الناس هتقول عليك شحات، الناس هتقول عليك، الناس هتقول عليك. ومع تطور الزمن وكثرة الانتقاد لمن لا يقيم هذا القانون، او لمن لا يفعل هذا القانون، قانون الملبس الفاخر والمأكل الفاخر والمسكن الفاخر، الناس تبدأ تتريق عليه، ويبدأ يحط لك في قوانين الادارة حاجة اسمها قانون المظهر. خلي بالك يا كابتن عمرو، انك انت لو طلعت في الاعلام او طلعت في التلفزيون او رحت شغلتك وانت طيار كبير او انت دكتور عظيم او انت محاسب كبير، من غير ما تلبس اللبس اللي من الماركة الفلانية او الشكل الفلاني، هتدي ايحاء خطأ للناس مما يترتب عليه ان الناس تنظر اليك نظرة سلبية، ويبدأ يدي إيحاءات للناس إن لو عمرو جرانة أو الدكتور محمد محمود أو الدكتورة سعاد أو الدكتورة سوسن ما عملوش كده، ابدأوا انتقدوهم وابدأوا اشتموهم. والبيت بدل ما تسكن في بيت عادي جدا وتحط فيه الايكوبمنت العاديه، لا، ده لازم يكون في بيت كبير، ولازم تكون الديكورات معموله مش عارف شكلها ازاي، وبدل ما نركب تكييف هنا لا، يبقى لازم تكييف مركزي، ولازم نحط مش عارف ايه ونعمل ايه. وتبدأ مع الزمن والاعلام شياطين الانس الذين بياخدوا افكارهم من شياطين الجن، يبداوا يخلوا لك الفرعيات اساسيات، فتنشا الصراعات. واول صراع بينشا هو الصراع ما بينك وما بين نفسك من جواك. هل انا فعلا محتاج ده ولا مش محتاج ده؟ هل انا فعلا اريد ذلك ولا لا اريد ذلك؟ وفي الغالب لو انت بتفكر باسلوب عادي جدا، هتلاقي الصراع اصبح محسوم لشياطين الانس. انا اريد ذلك، انا فعلا احتاج ذلك، ولا سوف تجدن لنفسك المبررات كما انا كعمرو جرانة وجدت لنفسي هذه المبررات في بعض الاشياء. وده يمكن ده اللي مخليني انا اسجل الحلقة دي. هذه الحلقة دي انا هتفرج عليها انا كمان، لان انا تخلصت من افكار كتيرة جدا، تخلصت من عادات كتيرة جدا الحمد لله، لكن اتبقيت لي حتة كده، ولما اختبرت في هذه الحتة سقطت. انا بتكلم عن نفسي، انا انسان زي
واختبرت في الحتة دي سقطت. لكن هل بعد ما سجل الحلقة دي واتفرج انا كمان عليها واتحط في نفس الاختبار تاني هل يا ترى هنجح ولا هسقط؟ انا بقول لكم وبرجو من نفسي ان انا انجح في هذه الاشياء كما نجحت في اشياء كبيرة. وادعوكم الى كل واحد يفكر ايه الحتة اللي هو دايما بيقع فيها ويفكر باسلوب صحيح، هل فعلا الاساسيات، هل فعلا اللي انا محتاج له ده انا فعلا محتاج له، ولا انا باخد قرار عاطفي وبوهم نفسي ان انا محتاج له، سواء بما يتعلق باكلي وشربي ولبسي، لان كل الحاجات بتاعتنا فيها اكل وشرب ولبس. صراعات الدول قايمة على هذا الكلام، صراعاتنا بين الاسرة والخناقاتنا بين الاسرة قايمة على الاكل والشرب واللبس. طب اختلنا ايه النهاردة؟ ما لحقتش اطبخ النهاردة. ايه الاكل اللي انت عامله لنا دون؟ ايه ده ما عملتيش كده ليه؟ انت قاعدة لي قدام قناة الفضائية الفلانية وقاعدة تتفرجي على حلقات كتير ومضيعة لي الوقت وما بتعمليش اكل وشرب. ايه يا عم اللبس اللي انت لابسه ده؟ بقى فلان الفلاني يلبس اللبس دون؟ ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ حد في واحدة عاقلة في الدنيا تصرف كل المبالغ الرهيبة دي في اللبس اللي زي ده؟ حرام عليك يا شيخ. عايزين نغير اللبس بتاع ولادنا، عايزين نجيب لبس تاني، اكل شرب لبس مسكن. عايزين نغير السكن ده، وان الشقة بقت صغيرة يا محمد. عايزين نغير العربية، الركوبة بقت صغيرة يا محمد. حتى الخناقات الزوجية تدور كلها حوالين ثلاث اساسيات: الاكل والشرب واللبس والمسكن. طعام شراب ادي واحد، ولبس ومسكن. عايز تقول ايه يا كابتن عمرو؟ عايز اقول لك خد القرار، القرار، القرار والارادة. القرار هو ان ربنا سبحانه وتعالى امن لي المأكل والملبس والمسكن. كل واحد فينا ساكن، وكل واحد فينا بياكل، وكل واحد فينا بيلبس. يعني الثلاث اساسيات اللي بتدور عليها الصراعات دي كلها متأمنة؟ اه متأمنة. متأمنة قوي؟ اه متأمنة قوي. أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. من خوف من انك ما تسكنش، من خوف انك ما تلبسي. الاحتياجات الاساسيه للانسان ربنا امنها لنا. القرار، ما هو القرار او ما هي الاراده؟ الاراده بتاعتك دلوقتي، الاراده بتاعتك دلوقتي اللي انا بوصيك بيها، وقبل ما اوصيك واوصيكي بيها بوصي بيها نفسي، ببص بيها نفسي، وهجاهد نفسي في الحتة اللي انا عارفها في نفسي. جاهدت نفسي في حتت كتير ونجحت، يبقى بالتالي انتوا كمان هتنجحوا. يبقى بالتالي كمان انا هجاهد نفسي في الحتة اللي انا عارفها في نفسي، وهبدأ من النهاردة، من ساعة عرض الحلقة، لا من ساعة تسجيل الحلقة النهاردة، من ساعة ما اقول لكم باي باي، هبدأ اشتغل على نفسي في الحتة دي كمان عشان اجاهد نفسي فيها، واقول لنفسي انا لست في احتياج لهذا البزخ اللي انا بعمله في جزئية صغيرة من جزئيات حياتي، وحكتفي بهذا القدر الذي رزقني الله به، وشكرا والحمد لله رب على كده، ربنا يديمها نعمة. الارادة، ارادتك تكمن وتتلخص في انك انت تشوف الحياة على حقيقتها، في انك تشوف ان الحياة اللي انت عايشها دي ربنا مأمن لك فيها كل حاجة: اكل وشرب ولبس. اخر حاجة احكيها لكم في هذا المضمار، ان انا زمان اشتريت كتاب اسمه الوليد ابن طلال نتعلم منه. كتاب كان دخن كده، وكان كتب واحد على ما اتذكر اسمه رزق خان بتاع قناة CNN. وبعد ما قريت الكتاب فوجئت ان في سيديهاية في اخر الكتاب انا مكنتش واخد بالي منها فيها فيديوهات. الكتاب كان بيتكلم عن ثراء الوليد، وكيف كون الوليد ثروته، وكيف عمل. طبعا الوليد لا كون ثروة ولا عمل حاجة، الوليد ربنا رزقه الثروة دي لانه ابتلاه بالغنى وابتلاه بالثراء الفاحش، ايشكر ام يكفر، وابتلاه بيسموها بالباي برودكتس اوف غنى، او بالباي برودكتس اوف غنى، بالغنى. الغنى ليه ايجابيات وليه سلبيات، ليه ايجابياته وليه سلبيات. المهم يعني مش عايزين نخش في القصه دي. فاكتشفت كالاتي، وهي دي اللي خلتني ابص للحياه وازهد في حاجات كتيره جدا من مظاهر الحياه اللي بيعيشها اقراني من الطيارين، وبيعيشها الدكاتره الكبار، وبيعيشها المحامين الكبار. زهدت فيها. اكتشفت ايه بقى؟ اكتشفت ان انا والوليد زي بعض بالظبط، بس هو على مالتي ملياردير وانا على موظف. الوليد يسكن في بيت منيف يحيطه الشجر وكل الشجر وحمامات السباحة والترع والمناظر الطبيعية، وانا كمان ربنا مسكنني في كومباوند. كومباوند ده يعني ساكن في شقة، بس حواليا قصور بتديني الفيو، وحواليا جناين بتديني الفيو. الوليد عنده حمامات سباحة، وانا عندي نادي جنب البيت على بعد متر من البيت، في حمام سباحة 700 متر طول.
الوليد عنده أماكن في قصور منيفة على البحر في نيس وفي ألمانيا وفي سويسرا، وأنا كمان ربنا رزقني بيت صغير على البحر على قد احتياجاتي. الوليد عنده جيم رهيب ما بيخشوش وبيحب رياضة المشي، وأنا كمان في نفس الكومباوند اللي أنا ساكن فيه ببلاش عندي جيم رهيب بس أنا بخشه. الوليد بياكل أكله وبيشرب شربه وسمك وجمبري واستاكوزا وحاجات وكل المأكولات الغالية، وأنا ربنا كمان رزقني بنفس القدرة على الشراء على شراء المأكولات دي كمان. الوليد ما بياكلش الكلام ده كله وبياكل زبادي وبياكل أكل صحي عشان خاطر يحافظ على صحته، يعني بياكل اكل الفقراء ليه؟ عشان يحافظ على صحته. سبحانك يا رب، الصراع على الاكل والصراع على الشرب. الوليد عنده عربيات وانا عندي عربية بتأدي نفس الغرض، تكييف، دركسيون، طريق بمشي فيه. الوليد عنده طيارات وانا عندي طيارة، بس على الاقل الفرق ما بيني وما بينه ان انا بعرف اسوق الطيارة وهو لا. الوليد بينام وانا بنام، بس الفرق ما بيني وما بينه ان هو بينام بيخاف على الصراعات السياسية لا يحصل انقلاب سياسي في الدولة اللي فيها استثماراته، وانا بنام بقول الحمد لله رب انا عندي مرتب هاخده بكرة الصبح. الوليد ممكن اللي بيحبه يحبه لنفسه، وممكن اللي بيحبه يحبه لامواله، وانا الحمد لله اللي بيحبني بيحبني لنفسي لاني ما عنديش اموال. ربك عادل يا ابني، ربك عادل يا بنتي، ربك عادل وربك عادل. وبالنسبة بقى لبناتي اللي بتحب الحب نفس الشيء، ربنا خلق الحب مش عشان الحب ذات نفسه يا بنت، ربنا خلق الحب علشان خاطر يبقى فيه رغبة، عشان خاطر يبقى فيه تحمل لعناء الحياة في ظل نظام أسري. اوعي تفتكر ان ربنا خلق الحب للحب وانك انت لازم تحبي وتتحبي عشان الحب مشاعر. المشاعر دي هي اللي بتخلينا بتدينا الطاقة اللي تخلينا نعمل الشيء المحدد. انا عشان خاطر بحبك هتحمل عناء ان انا اتجوزك، واتحمل عناء ان انا اخلف منك عيال، واتحمل مصاريف التربية العيال، واتحمل عناء نفسي لتربية العيال، واتحمل اتحمل اتحمل. وربنا يحط في قلبي حب اولادي، يزرع في قلبي حب عيالي. ليه يا كابتن؟ ليه يا رب؟ عشان خاطر اتحمل سخافة العيال وربيهم ويخليني مرتبط بيهم. لا، ويخليك انت كمان مشاعر الامومة اللي جواكي تتحملي عناء الولادة وعناء الحمل وعناء التربية والرضاعة. يبقى الهدف من المشاعر ليست المشاعر نفسها، الهدف من المشاعر هو تحقيق شيء محدد. فلما ربنا يبعتلك واحد وتحبيه ويبقى الحب ده يفشل، يبقى ربنا بعلمه المسبق عايز يقولك فشل الحب وفشلت هذه المشاعر، علشان خاطر يا بنتي عايز اقولك ان الحياة مع مصدر المشاعر ده مش هتنفع. الاولاد اللي هيجوا من مصدر الحياة ده مش هينفع. الزكي هو اللي يقول وصلتني الرسالة يا رب. اي نعم، مش هقول وصلتني الرسالة يا رب ويقلب الصفحة على طول، لا، ده محتاجة صوفي او محتاجة واحد من العليين ان هو يقلب الصفحة على طول. لكن الناس العادية اللي زي حالتنا بيبقوا محتاجين شوية جهاد للنفس وشوية مجاهدة للنفس. وكل ما جهاد الجهاد ده اللي احنا بنسميه في لغة الإدارة التدريب، كلما تدربتي على ذلك كلما وصلت إلى نتائج، وكلما تدربت على التفكير كلما بقيت بتصل إلى النتائج بسرعة. يا ولادي يا بناتي يا مشاهديني من الكبار رجالة وستات، القرار القرار، خد القرار، خد القرار وبص صح، خد القرار واعرف ان كل اساسيات الصراع اللي انت فيه ده مبنية على حاجات صغيرة قوي، اكل وشرب ولبس بس، وانت عندك الكلام ده فما تخشش في صراعات كتيرة. اللهم الا اذا كان الصراعات دي بقى فيها صراعات على الكرامة، وبقى فيها صراعات على الرجولة، وبقى فيها صراعات على الدين، وبقى فيها صراعات على الاستقلال السياسي والمادي. خلي بالكم من دي، خلي بالكم من دي. خلي بالك من حاجة، ان قرارك ده عامل زي المغناطيس. لو انت النهاردة اقتنعت بكلامي وبدأت تفكر التفكير اللي انا بقوله ده هيجذب لك كل ما هو يتناسب. المغناطيس ده مش بيشد الحديد، المغناطيس ده مش فيه طاقة كهربائية، مش عارف بيحط فيها المغناطيس بتجتذب الاشياء اللي قدامها، فقال لك فيه طاقة كهربائية وفيه طاقة مغناطيسية. الطاقة دي احنا ما بنشوفهاش ما بنمسكهاش، لا
لكن بنشوف مفعولها. فلما انت تاخد قرار، تاخد كلامي النهاردة وتبدأ تفكره وتتفكر فيه وتنفذه وتحطه في الفعل، هتجتذب كل الناس اللي حواليك اللي زيك، هتجتذب الناس اللي حواليك اللي زيك، وكلكم هتبدأوا تشعوا طاقة تفكير إيجابي ورؤية إيجابية حقيقية وصادقة في هذا الأمر. يقوم ربنا يشعر ان إرادتك تحققت، ويعلم فيك ان إرادتك تحققت او وبدأت تنفذ، يقوم يعمل فيك ايه؟ يقوم ينقلك للخطوة اللي بعدها ويديلك كارت الدعوة. ايه هو كارت الدعوة؟ الموتيفيشن او التحفيز، وده اللي انا هكلم حضراتكم فيه ان شاء الله المرة اللي جاية. سعدت بكم على امل اني اكون قد اسعدتكم، شكرا لكم والى اللقاء.